ما وعد هو الوحيد الذي أوفى بعهده من بد من عاهده. وشوف كيف متجلي من هذيك الأيام إلى اليوم، كل يوم يبهرك أحمد بشيء جديد. طيب فهد، إيش تقول للشباب اللي نتكلم عنهم اللي حتى لو طلع الهواء ما يبلشون في السالفة، تقعد يسولف في موضوع، إيش تقول الجمهور، إيش الجمهور نظرته لك؟ يعني لا في فتح سالفة اليوم، لا موضوع يطرح اليوم. مثلاً اليوم الأستاذ القدير ضاحي الشمري في بعد فقرة قدوة سوى لقاء مع نفسه، مقابلة مع خالد الدوسري ومشعل النزي. أغرب وأعجب مقابلة شفتها في التاريخ، نصفهم ضاربه. وسأل مشعل النزي سؤال عجيب تعجبت منه، يقول مشعل: ليش أنت يا مشعل مقل شعريا؟ تخيل صديقي المستمع أن ضاح يسأل مشعل ليش أنت مقل شعريا، وليش مقل في ظهورك، وليش مقل في ظهورك. أعمي يضحك بالعور، جاني صداع نصفي وتوتر. أعمي يضحك بالعور. يا جماعة الخير، نحتاج ريالتي. ثامر مدعث عبد الله محمد نازل ريالتي حقهم مرة بشكل ملحوظ، نحتاج ريالتي، نحتاج التحرك. إذا كان في أحد كاتبك بلغنا عادي، علمنا، قول فلان والله ما يخليني أسوي يعني أنت. سياف الحارثي لا تناقز على أخوياك، هذه ملاحظة فعلا. سياف اعتق عبد الله الشهراني الله يرضى عليك، اعتقه، اعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. خلاص يا سياف، ما هو كذا يا سياف، خلك ذكي وتصير مثل أخوياك. يعني عبد الله الشهراني نختلف على ونتفق في المحور اللي بيجيبه انه يطلع في الكاميرات مثلا، ذكي ذكي، هي مخالفه بس ذكي. سيه مو انت اللي تسوي، مو بذكاء يا عيال، اطرحوا يا عيال. هو هل تعتقد يا سعيد صدق انه ولا مقطع ورد ان عبد الله الشلهيب اليوم يقول لي حاجه؟ انا كنت اتفرج فقره تفاصيلك من جوا مع الاستاذ زياد. عبد الله الشلهيب يقول لي الان صرنا قليل، صرنا 17، رجعوا لنا الباقي. ايش يعني صرنا 17؟ انت ك خبرتك في برامج الواقع انت يا سعيد، ولا ايش معنى احنا صرنا قليل؟ هل هي ميزه او حاجه سيئة؟ انا اعلمك قليل، شفت الاحصائيه اللي ارسلتها لك في الخاص في البرو؟ بالفعل قليل مره، يعني في ناس قاعدين متواجدين بس مو متواجدين. اي لكن لان يا فهد وجوده مثل ما قال سعيد زي عدمه، في ناس لابد انه يحاول انه يصحصح شوي ويفرض حضوره. ترى مساله العدد قليل في البث هذه ترفع نسب النجاح والتنجيم وجمع الجماهيريه بنسبه اكبر، انه بدل ما يكونوا يتنافسون 25 على الكاميرا صاروا يتنافسون 17، الاسبوع الجاي بيتنافسون، بس انها مش الاسبوع بعد الجاي بيتنافسون 16. بس ان في مشكله ان في ناس مسيطرين على الجو، سواء هم قليل ولا كثير، في ناس مسيطرين على الموضوع. ليش ما تقدر تدحرج؟ وفي ناس لحظه، في فترات تمام، في فترات ميته، ما يعني ميته حتى بحضور بعضهم. في ناس جالسين على البث بس تحس ان البث مره نايم. هم معترفين في يعني بث نايم مره، يعني حتى ليس مره ولا مرتين ولا ثلاث، يعني ايش الطريق اللي ممكن يصحصحون فيها؟ ولا هذا هو خلاص مستحيل؟ خلاص فيه. هو شوف تعود يعني استمرس الشغله دي، لانه خلاص لا احد معطيه جو ولا معطيه وجه، واللي قدهم ماكلين شايلين البث وماكلين الجو قدهم معروفين، انحضروا شعلوا الدنيا وانغابوا طفت الدنيا بعدهم، حتى لو ذلك موجودين على الهواء. ايش السبب؟ يعني الخلل من هؤلاء الكومبارس نفسهم خلل. هل الكومبارس كثير فهد؟ لا زادوا والله؟ إيه. الان معذرته، خليني اسميهم باسمهم. لا 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 اعذرني، احنا شباب فيه. يلا روح. عبد الله محمد كومبارس، دامر مدعس كومبارس، عندك ضاحي، نواف العتيبي ترى صار كومبارس، انت ما دريت بالكومبارس الجديد، نواف العتيبي صار كومبارس، ضاحي كومبارس، مشعل النزي كومبارس، نصفهم نص كومبارس. بسام بس لا بسام بدا. لا بسام الاسبوع هذا كان جيد. بدأ نعم، ومستثير شيء فورة بيبسي ريان بهاج بين الكومبارس، بدأ يصير بين الكومبارس وبين ريان. مين ريان؟ ما تدري في متسابق اسمه ريان؟ أوه ريان العامري، فأنا متسابق والله أني نسيته والله يا أخي، حتى أنا فاقد في المحاور، ما أدري وين ريان، ما عمرنا جبناه في محور. أنا جبت مرة بس في مباراة. لا عيال أنتم شخصينها مع ريان، موجود ريان، هو سوى شيء، عطني حدا دقيقة. إحنا في اليوم 45 غير المضاربة طبعا، عطنا حدث غير المضاربي. بس مضاربي لا، في اليوم 49 دخل مره يحتج على شو اسمه، على النصوص المسرحيه، بس هذا الموقف الوحيد اللي سواه وغيرها، ومضاربه مع سعد، بس مضاربه مع سعد المقلب. هذا شيخ الكومبارسيه، شيخ الكومبارسيه هذا لقب جديد. ها نعم، مشيخه عندنا، مشيخه النجوم
عندنا كومبارس اللي هي عند احمد الرحيم بعدين عندنا مشيخه الكومبارس ترى المفروض انه قد ضايع العائم ترى قد المفروض انه طلع في العرض الاخير بس ناسي منه اي ممكن هم يطلعون متسابقين اعطيك دليل ريان ما موجود هل كان ريان في الاوتسايد في العرض الاخير ما كان في الاوتسايد متاكد ما ادري والله اتوقع ريان كان في الاوتسايد متاكد ما في عشان كذا انا اقول ليش مطلعين تسعه العاشر وين هو طلع المفروض انه ريان ما جابوه ها يا سعود ها اخر اوتسايد طلعوا تسعه ما طلعوا عشره هو كان في واحد قالوا طلعوا العاشر ريان ونسيوه ما يعرفون اسمه ما سجل طلعوا نسيوه نسيونا لله يا اخي يا ريان اذا عاد نسيوك قول انا معكم طلعوني يزن اسمه في التصويت ها يزن اسمه في التصويت والله ما ادري في المطبخ ما ادري قال لي واحد في الاداره انه قابلها عند النخل قالوا ايش جابك هنا قال جاي مع حماده يا اخي هم حسبوه زي ذاك واحد زاير متسابق عبد الله الجنين يدق ترى اليوم يقول البس بطانيه البس بطانيه ابغى البس بطانيه اشوفه يدق في الجروب يدق 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 ساعه ايش طلع؟ طلع مصور رجال يقول في واحد زي ذاك اللي دخل لبسوا بطانيه لبسوا بطانيه واحد يدور البطانيه الحمراء يبغونها يغطون عبد الله الجنين ما شاء الله من ذكاء الخارق قام يساعدهم يبغى يطلع رجال عرفت؟ الله لا يبلعنا بس طيب عطونا الحضور اللوكيشنات يا شباب للشباب التوزيعهم في اللوكيشنات